آلام الظهر، وجع الرجلين، تنميل فيها، مشاكل غير محددة السبب. تابعونا في هذا الفيديو حتى نقرب هذا الألم إيش سببه، وكل واحد يشخص نفسه ويعالج نفسه ببساطة جدا. أحبتي، أهلا وسهلا بكم في كل مكان وزمان، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كثير منا صغير وكبير يعاني من ألم في الظهر، حتى جيل الشباب وليس كبار السن. طيب، ألم الظهر متعددة الأسباب، بعضها نقص غذائي، بعضها خلل في الأداء المهني، وبعضها سلوك خاطئ أو يتعلق بالمرتبة اللي بتنام عليها أو الفرشة اللي بتنام عليها، أو جهد أو عمل خاطئ في لحظة معينة أدى إلى شيء، أو تعرضنا إلى أجواء باردة بعد أجواء حارة أدت إلى تقلص العضلات. وهنا أنت تستطيع أن تشخص نفسك وتعرف السبب. خلينا نفصل هذه النقاط ونشوف من هو اللي فيها. ناخذ أول واحدة، نقص فيتامين د بيعمل لي آلام في الظهر، تعب عام، ألم في العضلات، لكن دائما آلام أسفل الظهر هي الأكثر. طب هل في تنميل ولا لا؟ قليل لكن مش ظاهر. إيش الشيء الثاني اللي بيصير معاي لو أنا كنت بادل جهد وعرقان، جيت قدام هواء بارد، مروحة أو مكيف، زي ما أقول أخذت لطشة هواء باردة، اتقلصت العضلات، طبقت الفقرات على بعضها، عملت لي ألم ظهر شديد جدا، أو زي ما نقول ظهري شد أو قفل على بعضه أو صلب، وهذه تعتبر صعبة جدا. وهنا الحل مختلف عن الأولى. الأولى أنا محتاج فيتامين د وحنحكي كيف ناخده، مع العلم أني أنا في إلي حلقة فيديو عن فيتامين د ومصادره الطبيعية. طيب، تقلص العضلات هنا بدي حاجة لترخيها، ومش محتاج أي أدوية مسكنة غير إنه شيء يرخي العضلات من خلال التدليك أو الكمادات الدافية اللي هي بتعمل لي ارتخاء للعضلات. إذا ارتخت بتبعد الفقرات عن بعضها، بتأدي إلى زول الألم والمشاكل اللي فيها. طب إيش كمان بيعمل لي آلام في أسفل الظهر؟ انتبهوا، لو كان عندك القولون العصبي وانتفخ بطنك حتحس بآلام في أسفل الظهر، يبقى لازم أحل مشكلة القولون. وعملنا حلقات عن القولون العصبي، وحنعمل كمان حلقات جديدة بمفهوم جديد نعرف كيف نحل هذه المشاكل. طيب ايش في عندي كمان مشاكل بتعمل لي في آلام الظهر؟ ألا وهي قلنا الحركات الخاطئة اللي ممكن تؤدي إلى ما يسمى الانزلاق الغضروفي. انزلاق غضروفي يعني فقراتي قفشت على بعضها، ضغطت على الغضروف اللي بينهم، حسيت بشبه بالكهرباء في ظهري، أي حركة كأنه ماس كهربائي فيها. إيش اللي صار عندي؟ إنه السائل الصينوفي اللي بين الغضروف صار يضرب في العصب، والعصب انكشف، فبتحس كأنه لدعة كهرباء في جسمك، تصير تصرخ بتقدرش تتحرك. طب ايش الحل؟ الحل انه احنا عايزين سحب للفقرات، وسحب الفقرات بالعلاج الطبيعي. يبقى صار عندي اكثر من طريقة علاج، الا وهي العلاج الطبيعي. قلنا الكمادات علاج طبيعي، التمارين الرياضية اللي بيعلمك اياها المختص في العلاج الطبيعي، ونفس الشيء التعلق في ماسورة وثقل وزنك هو اللي بيسحب الفقرات عن بعضها. أو بإمكانك لو أنت عندك ما شاء الله صحة وقوة وشب، تستطيع أنه أنت تعالج نفسك. لو حسيت بآلام الظهر أسفل الظهر بهذه الطريقة، أو أي حركة يمين أو يسار بتحس زي الماس الكهرباء بتلدعك تصرخ وتتألم جدا،
وأشبه بالشلل بيصير عندك، بإمكانك وانت قاعد شايفين كرسي مثل هذا بس يكون قوي، هذا ما بعرف بيقدر يتحمل ده. لو أنا عملت بهذا الشكل أنا رفعت جسمي، شايفيني كيف على إيدي، إيش اللي صار؟ كأني تعلقت بماسورة ونزلت. الآن اللي عنده قوة عضلات يستطيع يرفع ثقل جسمه، ثقل الحوض اللي تحت بيسحب الفقرات، كتافي بيسحب، كأني تعلقت بماسورة. إذا ما عنديش ماسورة في بيتي كأني تعلقت بماسورة أو بجذع شجرة. وكما ذكرت في حلقات الطول، دائما علشان أمط الفقرات بعد 15 ثانية 15 عدة وبريح 10 عدات وبكررها، يعني ما أقعدش 20 ثانية، لو قعدت 20 ثانية يبقى أنا محتاج 12 عدة إلى 13 عدة راحة ثم أكرر، مش أقعد 20 عدة و20 عدة تحت لا. وهكذا هذه التمارين مهمة جدا لإبعاد المسافات بين الفقرات عن بعضها حتى يزول مسبب الألم بدون أي احتياج إلى أي أدوية. لكن الأدوية المساعدة للناس اللي هم بيعانوا بشدة من الألم، أنا بنصحكم لوجه الله تعالى إياكم تأخذوا الإبر اللي فيها الكورتيزون اللي إخواننا الصيادلة طايحين في البشر فيها، بيخلط لك الديكورت مع الديكلوفين ودق في العضل، دق في أي مكان، مسكن للألم سريع جدا، وهذا كله بيؤدي إلى تفاقم المشكلة وإحداث مشاكل أخرى، سكرت الألم دون ما تحل المشكلة. حل مشكلة آلام الظهر بمعالجة السبب. نرجع إلى الأسباب مرة أخرى، فيتامين د 3 هو أهم علاج لآلام الظهر السفلية، لأنه نقصه بيعمل إيش؟ بيعمل مشاكل وتعب وإرهاق عام في كل الجسم بما فيها العظم، وأول عظم بتأثر اللي هو عظمات الفقرات اللي في أسفل الظهر. هذه النقطة مهمة جدا، ومصدر فيتامين د 3 جسمك بيصنعه لو تعرضت للشمس في الفترة اللي ما بين الساعة 10 أو 11 صباحا إلى الساعة 3 أو 4 عصرا، بشرط تكون لابس الشباح وشورت أو مكشوف ظهرك وتتمدد. إذا تمددت فقط 10 دقائق بظهر مكشوف على البحر أو على سطح البناية أو في أي مكان وقت الظهيرة، مغطي راسك عشان ما يجيلكش ضربة شمس، 10 دقائق تكفيك 3 مرات في الأسبوع. لبست الشورت والشباح ثلث ساعة تكفيك 3 مرات في الأسبوع. مشيت في الشارع بقميص نص كم مثل هذا ومحتاج ما يقرب من 2.5 إلى 3، لو لابس الجلبية أو قميص مكتمل الكم محتاج 3 ساعات اللي مبين رقبتك ووجهك للشمس. يعني أي فائدة للشمس في الزمن هذا بتديك فيتامين دال 3، أو تاخده على هيئة حقن معدل مرة في الأسبوع 5000 وحدة، تستطيع أن تاخده مرة في الشهر 50000 وحدة، يعتبر لازال آمن. الأكل لوحده لا يكفي، محتاج 20-30 بيضة في اليوم، 2-3 كيلو سمك من السردين علشان تاخد احتياجك. ومن قال لكم انه المشروم او عش الغراب بيعطيك فيتامين دال فهو كمصدر نباتي؟ لا، اللي بيعطيني من المشروم او الفطر البري وليس الذي يربى في البيوت حاليا او في الظل. يبقى الفطر البري هو المقصود باللي يديني ارجوستيرول اللي هو الارجو كالسيفورول اللي هو بيديني الفيتامين دال المصدر النباتي، لكن مصدر الشمس هو الافضل والمكملات الغذائية هي الافضل. هذا ما وددت اني احكيه. استخدام الدهون من زيت الزيتون أو زيت حبة البركة الدافي، بإمكاني أعمل مساج للظهر وهذا كله مفيد جدا. بإمكاني أستخدم المسكنات الخارجية زي الجل تبع أي مصدر من المسكنات اللي تستخدم تجاريا بدون ذكر أسمائها، لكن أنا بأنصح معلقة من حبة البركة أو زيت حبة البركة، إذا موجود عندك الزيت، زيت حبة البركة تعمل مساج أو تدليك لأسفل الظهر، ودائما التدليك بيكون في اتجاه عضلة القلب مع التخبيط من أسفل إلى أعلى. عضلة القلب موجودة في الصدر، أنا بقول أسفل الظهر، يبقى من أسفل إلى أعلى للظهر. وطرق التدليك الفنيين بيعرفوها، بالمساج ثم بالتنقير ثم بالتخبيط لتنشيط الدورة الدموية.
هذا كله مفيد لكم أفضل من الإبر والعلاجات الأخرى. نسأل الله لنا ولكم الشفاء من كل داء، وأن تستفيدوا من هذه الفيديوهات التي نبثها. تقبلوا تحياتي مع فريق العمل، اشتركوا في قناتنا على اليوتيوب قناة الدكتور رمضان شامية، فعلوا الجرس، انشروا ما يصلكم كي تكسبوا أجر علم يستفاد منه ينفعنا وإياكم وأبانا وأباكم بعد الممات. ولكم تحياتي.